السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ معاكم عبير من قناة منوعات بوتا لاخبار الفن والفنانين والمشاهير واحدث الترندات على السوشيال ميديا. انهيار وبكاء شديد على الهوى، تعرضت للظلم والجمهور شكلها قلبت عليك المواجع. في برنامج الاعلامية رضوى الشربيني هي وبس، تعرضت في البرنامج لمشكلة هامة بتتعرض ليها العديد من السيدات، وبعد تعرض السيدات للظلم والقهر بسبب تنازلهم عن القايمة، بدأت في عرض بعض الحالات التي تعرضنا للظلم والقهر. وإحدى الحالات تسمى هاجر لطفي، قامت باستضافتها في البرنامج لتروي مشكلتها على الهوى، وشرحت إنها تعرضت للظلم والقهر على يد زوجها، كما قامت بخدمة والدته، وبعد ذلك قام بالزواج من فتاة أخرى بالرغم من أنها لم تستكمل دراستها في كلية الآداب قسم الإعلام بسبب حملها والزواج. وبالرغم من كثرة معاناتها مع زوجها وظروف المعيشة، إلى أنها تحملت حتى تحافظ على عائلتها، خاصة أنها أنجبت منه وزوجها كان شديد العنف معها ويقوم بضربها، فذهبت لبيت أهلها، فقام برفع قضية طاعة ضدها وتزوج من فتاة أخرى. الفتاة الأخرى أجبرته يطلقها ويحرمها من كافة حقوقها، وقالت جوزي طلقني غيابي، وأهله باعوا عفشي وكل حاجتي ودمروني ودمروا حياتي. وأثناء رواية هاجر لقصتها، دخلت رضوى في حالة من البكاء الشديد والانهيار كأنها قصتها وهي التي ظلمت. وبعد نشر الحلقة انهالت العديد من التعليقات كأنها مطر من السماء. فعلق أحدهم قلبت عليك المواجع، وآخر علق قائلا من ظلم يشعر بظلم الناس. ولو انت هنا معايا في الفيديو يبقى أكيد عجبك، ولو عجبك اعمل لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصل لك فيديوهاتي من أخبار الفن والفنانين والمشاهير وأحدث الترندات على السوشيال ميديا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.